عبارة عن موجات كهربائية نشطة في المخ، لما تزداد نشاطها أكثر بتحدث لنا النوبات دي. تشخيص المرض وعلاجه سهل خصوصا في مرحلة الطفولة، وممكن السيطرة عليه بالعلاج المنتظم. ترك العلاج الطفل وإهماله بنحذر منه، لأنه بيؤدي إلى اضطرابات نفسية في المستقبل قد تعوق حياته الاجتماعية وقد تعوقه في العمل، كذلك تعرض حياته للخطر. ولذلك بنحذر من عدم السيطرة على النوبات بالعلاج، والاهتمام بأن احنا نيجي العلاج بانتظام للطفل. في الحالة دي بنأمن أن الطفل أثناء جري أثناء اللعب مؤمن ضد هذه النوبات، مؤمن ضد الإصابات، ومؤمن ضد الاضطرابات النفسية التي قد تحدث في المستقبل.